طلعت الحضر في ماتش الاكستيريور دو فوا دي سويت وهذاك هو الزهر هذاك هو القرعه جابت حابين نروح كل ماتش ماتش ومات حتى ترتاح شويه من الديبلاسمون من تعبني هذاك هو من دول في بالنا دونك ان شاء الله حاضرين مش كل ماتش سهل بيان سور كيما يتعرفوا الكل ومي ديما نعاود نقول مادام عندي الكلوب هذا خاطر ربي رانا ماشيين وعاطي العزه باش نكملوا في الفاز الباهي اللي عندنا فيها ان شاء الله مرحبا بكم سي سعيد عندي سؤال بطبيعة طول المجموعة الثالثة فيها كل فريق لعب زوج ماتشات أكيد أنا عندي فكرة على فريق ريفرس وبالتالي شفت زوج مقابلات 13 أوجه شباب ولا خلاف وهل مش تبدل خطتك أو تبدل معناها فلسفة اللعب بتاعك بالقياس مع المنافس اللي تقريبا ولا واضح ليك سؤالي الأحمد هل طبعا مادام مش تلعب خارج الميدان ما تعرفش على المفاجآت فهل ستعتمد كالعادة على سنتينيل بركة ولا مش تعتمد على أنوتر بيبو أكوتي بالخليج؟ بالنسبة لريفرز خلينا نكون واضحين احنا من الأول ديجا حتى قبل ما نبداو الماتشات نعرفوا اللي هي خدمة جماعية زوج الآخرين بصراحة دونك متحضرين أكيد عندهم إيزا تون تام عندنا إيزا تون تام سي فيري خير بتتر كيف الكرة عندهم مي الكرة تبدا عندك عندها مشاكل كيما جمعيات في الكل عندهم مشاكل خلينا نقول لك تكتيكية ولا سذاجة شوية تكتيكية نحاول نخدم عليها بيان سور احنا توا قلت لي انت كيفاش نلعبوا احنا شوف كي تبدا انت في ديناميك باهية والولاد خذاو ثقة وكل دونك ما فماش علاش نبدلوا سيرتو اصعب حاجة قاعدين نعملوا فيها انك قاعده تخرج البر حتى قاعدين نلعبوا البر وقاعدين نخرجوا في اسلوب لعبنا ومش سهل ولا مش سهل حتى نسمع برشا يقولوا ولا ايكيبات سهلين ولا مش معناها ايكيب سهله تلعب كونتر سيبوزون ايكيب سهله لو زاد مش سهله تخرج لعبك في التيران نتاعها وهذاك اللي صار احنا كنت في الميتون الاول المره اللي فاتت تقلبت شويه خاطر دخلنا شويه في في اللعب تاع البرسير خاطر مازلنا بدات كيما قلت لك باش تخرج لعبك البر لازمك برشا 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 وقت نتصور الوقت اللي اختصرناه في الزميتون اللي عملنا كل شيء دونك سي فري ليكيب اللي نلعبوا ليكيب محترمه خير من الاخرين مي روحنا زاد كلوب افريكان واذا كان قاعدين نعملوا دي ريزلتات باهيين سكر عندنا دي بوان فور دونك باش تستعمل دي بوان فور نتاعنا كيف كيف ثم ادفيرسير زاد لازم تقرب حسابه دونك قلت ربي قاعدين حساب ادفيرسير هما تو مانيش مستعد باش نبدل لعبي ولا باش ما نكونوش في النهار معناها كيما نعملوا ماتش كبير كيما نطلع نعملها الكل احمد السلام عليكم بالنسبة للسؤال بتاعك الحقيقة بجنب الكوتش مازلنا ما نعرفوش السؤال شنو هو سمحنا شنو يعني هل باش تكون سنتيلات؟ لا مش لي هو لا يعني هو باش يجاوبك لا سمعت دخلت تحت في بالي سألت سؤال باهي باهي بالنسبة لي أنا كما قلت لك أنا حاجة بالكليبر نتاع ليكيب إذا لازم شكون أحمد واحد باش يكون إذا كان لازم معاه حد آخر بيان سور مي لا ديمونسيون ما تبدلش راهو راهو ما تنساوش حتى كان معاه شهاب باغزومبل الشيط اللي فاتو كيف كيف شهاب راهو قلتو قلتو شهاب معين عملناه لآخر عام وسنان ما عادش شهاب اللي تحت لاتاكون ولا شهاب ديكلوشا شوية بجنب أحمد عنده بروفيل اللي أنا حاجتي بيه غادي في الزون هذيكا قاعد بصراحة شهاب قاعد يعدي فترة كبار الماتش هذا نعاودو نقول راهو عندنا جروب و كيك سوا باش يلعب الانيماسيون ماهيش تبدل برشا واللي باش يكون اكيد باش يلعب باش يكون حاضر ان شاء الله. كوتش مرحبا بك كوتش. كوتش شفنا في المباراة الماضية عديد وجوه اللي يعمل في الجروب يقدم بإضافة ما عادش أكيد فما تنافس كبير فما مراكز الشيء هذا قاعد صعب عليك شوية في المهمة والسؤال الثاني كوتش فما قلت في التصريح قلت فيه ما عادش يلعب في الجروب حاضر فما برشا أولوك كاو عليه برشا ما عادش كان واضح النقطة هذه السؤال الثاني أحمد احمد مردود ممتاز الموسم هذا وبرشا يطالبوا بيك انك تكون موجود في كيب ناسيونال ما عادش كان ماكش كوتش القادرون غادي يبدا باحمد السلام عليكم السؤال الحقيقه ملي بديت السيزون ما كانش نلقى الاعذار صحيح رجعت ابو رودار مع المجموعه بحكم البليسيون نتاعي اخر العام
ماتش الماتش تعد كما نقولوا رجع في روحي فيزيكمون ما كنتش حاضر في لي ماتش الاولى يمكن كان مردود مش كبير برشا لي ماتش الاولى مي توا بك تدير المباريات قاعد نرجع في الريتم الكل بالنسبه للناخب الوطني الحقيقه ما صارت حتى كونتاكت في النادي المبين تكلمني تكلمته قاعد نخدم على روحي في التيران وكاو كان هو راجع من خليل لازم يكون في المنتخب تمام بيه تحب نبدا بالدوزيام كيستيون خاطر من فرصه الكونترنير عاقل باش يجي يخرج في قدم يعني حتى لا بيسمعوا فيه بالعكس انا ديبك سي جون معاهم ما فماش حتى كيب سير ما فماش حتى ماتش مربوح بالمسابقه دونك انا نعاود نقول في قفصه تكلمت قلت بدات اللي صعب علينا الماتشات اكثر اللي كل كيب تحب تربح كلوب افريكان شكون اللي كيب تربح الكلوب تاعو مش نقصد معناها شكون دونك كل كيب من حقها اللي كيب بابات الكلوب افريكان عنده مده ما خصش كل كيب تحاول تربح هذا الكلوب هذاك اللي صعب علينا المهمه اكثر درين تاع ريفرز ماشيين لها غدوه عارفين يا تبعوا فينا في الشامبيونا ما خسرناش ويعرفوا لي دو ماتش دونك هذيك صعب علينا الماتش دونك هما تو بالنسبه لهم هما لي كلوب سي لي كيب بابات هذاش نقص مش معناه نقص بالعكس نعرف ديما ماتشات كل صعاب فماش حتى ما سهل نسبق اي والله بالعكس شوف راهو كل انترونور يتمنى عنده لاعبين موجودين دوبلور موجود وانا نعاود نقول لك انا خرجت السنه وقلت وتكلمت وقلت له ودي زوج كيف تاعنا هكا وهكا وهكا نحب نمشيو له خاطر مش هكاك المفارغ خاطر نسمد ثقتي من الجروب اللي عندي وكمريتو انتوما برشا دي زابسونس صاروا في الماتشات الاخرانيين مي الحمد لله معناها ابا ريزولتا قاعده تبع حتى لونغمون معناها تحس هذيك ما تحسش برشا كيلي غاب بسام في كفصه غاب يدو غاب غيب غاب وسام غاب حسام غاب علي والحمد لله هو ذاك اللي خدمنا عليه من الاول ويعرفوا ملاعبيهم جنبي يسمعوا فيه راهو كيما قلنا من الاول لازم الناس تكون حاضره نجوجي تاع شكون باش يقدر شكون باش يكمل دونك يبان لي ميساج عاطل في لونتريمون اللي تفرج في كاستيو تفرج في لونتريمون تفهم علاش نلعبوا بالريتم هذاك خاطر بصراحه يترينيو الولاد ماهوش مقصرين الناس كلها حاضره الناس كلها حاطه مخاخه الناس كلها تحب تكاو وشوف فماش ملاعب يتمنى يشوفوا توا سيرتو في الفاز هذه كل ملاعب يحب يشارك دونك سي نورمال فور كونكونس كبيره بالنسبه لي انا تكون عندي مشكله في بزاف بشري كبير خير من يبدا ما عنديش حتى حد دونك في الاخر مسؤوليتي هذيك وفما ملاعب اليوم يترشح غدو ما يترشحش هذيك هي الكوره في الاخر اوبجيكتيف الناس كلنا ماشيين مع بعضنا ان شاء الله مرحبا كويس مرحبا بالولاد سؤال رشيد رشيد الجنوبي الافريقي جو دو كولوار قاعدين نشوف في منافسه كبيره قاعدين نشوف في افيكاسيتي انت لو جيت جوات دونك كيفاش عايش المنافسه هذايا خاصة اليوم بدا من الافريقي قدم بدات يخرج من البلاي اوف الشامبيونان وبدا من الاسامي الكبار في الكوب داكاف السلام عليكم ديما في الفوتبول ديما الكونكورنس راهي حاجه باهيه تخليك تقدم قدام احنا محظوظين في كلوب افريكان عندنا معناتها اسامي كبار عندنا جوارات دو فالور حاجه باهيه تخلينا نزيدو نخدمو اكثر كل جوار تخليه يزيد يحسن من روحه شويه باش يفك بلاصتو كسوا يلعب اكس ولا يجريك ليسونسيال كلوب افريكان تربح الماتش نتاعها سؤالي مرة ثانية للسي سعيد بصراحة تم نحس لي جوار لي افريكا سورتو لي جوار لي يبرزو في النادي الافريقي ils sont un peu sinon trop lésés par le sélectionneur mais عهد روجير لو مير انا عايش في الفترة هذيك il y avait toujours une coordination entre l'entraîneur national et les entraîneurs de l'élite كيف سي دكتور يعني هل جلال القادري قاعد يحكي معاكم كمدربين متاع الوطني وهل ربما أشعرتوه أن ثم لاعبية يتأثروا بعدم دعوتهم للمنتخب الوطني لما يكونوا في أوج عطائهم pour citer des joueurs في نادي الفيحي pour ne pas citer أكثر نتكلم على أحمد خليل نتكلم على صرافي نتكلم على زعلوني ما يعني أشاك فوا جوار يحضر في نادي الفيحي إنه تلقاه ربما un peu négligé كومش تنسيق بينكم وبين المدرب الوطني ما تضغطوش على المدرب على الاقل يجي يشوف يشاهد يحكي مش كيف معناها قائمات مسقطه لاحظنا هذه على عبر عشريات مش تو يعني كل مره لاعب النادي الافريقي يكون في فورمه يحس بالظلم
يهبط مستواه حتى في النادي بتاعه نظرا لانه ربما اكل يحس شويه ظلم وشويه ظلم. شوف بالنسبه لاول حاجه الساعه كيما انا انترونور ما نحبش شكون يدخل فيا ما نسولش لك شلال ولا غيره باش ابروكو احنا تقابلت انا وياه في الستاج الاخر تاع البرو الجمعه اللي فاتت وحكينا معناها الحق يعرف شوف شوف عنده فكره عن اللاعبين الكل في الكلوب في الجمعيه التونسيه الكل دونك حكينا مع بعضنا اكيد مش نحكي كل شيء اللي قاعد يستنى في اللاعبين قاعد في القاعد اللي تبع في اللاعبين انا ناكد لك اللي كونفوكاسيون جاي باش نكون فما شكون اخر مع دولاب واحد بلاصه ولا زوج مينيموم دونك نتصور ماش حتى انترونات ما يحبش يهز مع اللاعبين يبين الكل مي راهو زاده راهو فرق بين انت عندك 20 ل 25 لاعب كيما هو تحت اللاعبين اللي في تونس واللي برا دونك انا نحط روحي في بلاصتو دونك ما نتصورش كيما انترونور باش وشوف باش تقول يحكي مع الفتاة باش يحكي معاك على دي بوان معينين مي راهو في لي كلون لين الكل عنده هو ما يتحكم فيه حتى نحط روحي في بلاصتو دونك قلت لي انت العشرية الأخيرة بتات مانيش نجم نجاوبك على السؤال هذا دونك مي هذاك هو لو شوف لو فات اللي كل انترنور انترناسيونال يعمل هكا سيكو راهو هذاك هو بتات كي نجي انا في بلاصتو نعمل كيفه دونك بارفوا ثم حاجات كي تعيشها تعرف مي نعرف اللي في الاخر قلت ربي باش يستحق باش يمشي وانا متاكد ثم لاعبية توا منهم احمد بجنبي يكملوا في علاش قلت احمد خاطر احمد من الاسامي اللي موجوده في ليست الجي نتصور يكمل بالنيفو هذا عنده شانس كبيره باش يمشي للفريق ان شاء الله. كوتش حسين بن حسين من دور اليفيل حبيت نسالك السؤال الاول كان طمن على الايفكتيف اللاعبين المغربيين رجعوا غايه الصباي موجود للماتش الجاي بالليل. السؤال الثاني اليوم لوتو باريكان دو فيكتوار سي بوان هل يعطيكم ميساج فور للجمهور؟ اكيد ميساج فور للليكيبات الموجوده الكل في الكاب نجم نقولوا الهيبه بتاع الكلوب رجعت سورتو على المستوى الاحتفالي. به بالنسبه للاعبين البليسي استرجعنا حسين السويسي مازال غايز نتصور دي سي 10 ايام اخرين يكون معنا شكون قعد عليه كيف كيف زاد عليه بعض كل واحد والبليسور نتاعو كل واحد والفتره دونك كمان نتصور من هنا دو سيمان يبداو يقولوا في الكل على الفيلم هذاك هو اللي يهدر يعرفوا اللي كل وين تقوي ريتم وين تحب تكون تطلع بالي اخرى برك فوا باش يصيروا لي ديكا وديكا هما اذا تحب تكون فيزيكمون حاضر لازمك تخدم وسينما اذا باش تخدم تستنى باش يصير دي بليسيور هذا عادي دونك انا ديما نقول نخير نوصل 17 18 في التوب ونخسر خمسه ولا سته خير ما توصل 25 ما عندهمش ريتم وهذاك اللي عملناه دونك هذاك علاش ديما نقول لي حاضر يا زازي خاطر اكيد توا اللي وصلوا لاباس الحمد لله ربي يحفظهم دونك قاعدين قريب فيزيكمون لاباس علينا توا بالنسبه لقلت لي الكلوب الافريكان هذاك كلمة قلتها انا من اول العام قلت نحاول باش الاوبجيكتيف نتاعو باش نرجعو الاسم ليكيب وسيرتو الهيبه نتاعها هذاك علاش راهو بارفوا مش بريزيتا برك انا كنت اكثر من ريزيتا اللي ولينا نبوزي في لعبنا في شخصيتنا ولي الحاجه اللي بدات اللي قاعد يفكس فيها عندنا سنين في الكلوب وانا هذاك الاوبجيكتيف نتاعي نهار لي كل ايكيب كسوا قويه ولا مش قويه نبوزي عليهم الجو تاعنا ونفرض شخصيتنا عليهم كسوا احنا ما ربحناش موضوع يخليك وقتها نقول لو رجعنا في الطريق الصحيح وكل كلوب تعرف كي ترجع في الطريق الصحيح راهو تخسر لك ماتش دوز مي على معناها على بوزيسيون طويله في الاخر قلت ربي نوصل توصل للطريق نتاعها ان شاء الله. اخر سؤال على مازال نوعا ما في الفلو لاعب نعرفو ان اترونجي دونك سونسي يعطي بلوس حتى اليوم مازال ما لعبش حتى ماتش في الكل اسكو بالنسبه ليك سونتينيل ولا ريليير شنو وضعيتو شنو هي الستاتيو نتاعو ولا والسؤال الثالث بخصوص كوستر عليه بخصوص رشيد عارفين اللاعب شفنا البوليفالونس نتاعو سو تيران وكل ما دخل عملت فيه السؤال اللي كنتي والرشيد اليوم كيفاش تستثمر اكثر في الافونتاج هذا في لاتو هذا ما عندك اللاعبين
اللي يدخل يكون ترونشون ويعطي بلوس. معناتها عملت المشكلة مع الوزن النابية توا. إيه شوف، نبدا بموضوع حمدي. حمدي الناس كنت تعرف، حمدي يلعب في 4 ساعة ولا نص ساعة ولا بيتون ولا ماتش يعطيني عليه. نعاود نقول احنا في الاخر غاب ايدو لعب هو، معناها كنا معناها موجودين بكدا وعملنا دور كبير وعملنا دور عليه. دونك في الاخر فما ايكيليبر تاع ايكيب، فما اوتوماتيزم، فما دو بروفيل ديفيرون. حمدي ماهوش ايدو، ايدو ماهوش حمدي. دونك كل حد باش تلقاه في كونتكست معين. الحاجه الباهيه اللي زوز كل واحد لي بيرفورمون في الكونتكست اللي تحط فيه. دونك اكيد فما كونكورونس، مي ما تنساش اللي زاد راهو في اول عام كي تلقى انترونور تحط ستاتيو تاع ملاعبيه. من بعد بالوقت الملاعب اذا قعدت جاب روحه، سينو من بعد بالوقت يتبدل. دونك راهو حمدي بالعكس، سيرتو حمدي بدات الافونتاج انه من الملاعبيه حتى يدخل لك 4 ساعه ولا نص ساعه يدخل دان البان ديريكت، معناها ما يستحقش برشا وقت. دونك بالنسبة لي أنا أتو آخر، لو جور باش يكونوا زوز مع بعضهم، لو جور يكونوا زوز مع بعضهم، لو جور نرى يبدا حمدي يبدا، لو جور يبدا يدو يبدا يدو. دونك ما فماش مشكلة كبيرة، سونسي ليكيب ديما تمشي القطيع. بالنسبة لرشيد كيف كيف، رشيد شوف خليني نقول بدات مش خاطر بجنبي قلت هقبل. بالنسبة لي أحسن تريتمون عملته سنة هو رشيد عافية، كون سوا كليب. علاه؟ خاطر اللاعب يلعب يعطيك 4 و 5 بوست ومش موجودين برشا. داير انا اول نهار سمعت اللي هو سبانش فاستخلو الرئيس 27 كان فيها على رشيد، خاطر لعب عندي في لي جون هنا، لعب عندي جونيور وكادير ونعرفو بكدا سبور ونعرفو بكدا. دونك عشان نقول هو بدات الاحسن بيتمون خاطر يتوتو. انا توا ينقص لي جوار كل واحد نلقى رشيد، جوار تحت اتاكون رشيد، ولاير رشيد، ميم لاتيرال رشيد، اكسونتري رشيد. دونك اي اوتر ميل يتمنى عنده بروفيل. دونك وقت ميريتو هو كل وين يتحط في سواء ملول من بعد كل الريجيست اللي تحط فيه يلقى روحه عليز. وذلك علاش بالنسبة لي أنا أن جرون أتو وسلاح. علي ديما نقول أنا لو بارفوا لونتورنور عنده 12 لاعب تيتيلير مش 11، رشيد منهم. معناها بارفوا تقول نتمنى أن نلعبوا ب 12 إذا ما يبداش ملول، مي رشيد يعرف روحه شونجمون يكون هو سواء في الوسط ولا القدام ولا واحد. ما عليه كان يخدم على روحه وعنده مناعات اللي مازال رشيد مازال عنده برشا كاليتي باش يوريها. بالنسبة لبيكورو، شوف احنا من الفات اللي جبناه سيكو مقتنعين بالكاليتي نتاعو، عنده برشا كاليتي، بوزيتيف برشا في الجروب، تشوفو يدخل ملول من بعد ما يقلقوش، ما يتأكدو لو بالوقت راهو باش يعطينا برشا بلوس، وفي الوقت القريب زاد باش يبدا موجود بقدرة الله، سيرتو مع ثما تراه مع احمد نعرف باش يعمل بالبالي. دونك بالعكس انا فرحان بيه. ماتش كابسا باغ اكزومبل برشا مع الشيلوم، وانا بالنسبه لي التاش لي عطيت له جيتي ساتيسفي روندمون تاعو في كابسا، عطانا برشا كيليبر. دونك سيرتو كي هو موجود حتى احمد سوبر لي باش يطلع باش الماتش ديما جوار دي كيليبر. دونك بارفوا تستحق انهم يزوزوا مع بعضهم، وبارفوا زاد هو زيد اون بليس يلعب لي دايير تحت الاتاكون، معناها ما عندناش مش بالعكس لاعبين مستحقين له، وسيرتو الاطراح الجايين هذوما باش نلقاو برشا ان شاء الله.